انا ما ادري حطيت سمنه؟ ايه حطيتي. اكيد ماكو شيء ناقص؟ لا لا، انا كنت مزهبت لك كل الاغراض قبل لا تبلشي عشان ادري فيك ليش تنسي. اي والله انا من غيرك من غير هالاوراق اضيع. انا بالسوق لقيت وحده بوهتها تمسيف، اعطتني رقمها لشني حبيتها والله. عاد خلصنا بيش تدقين عليها؟ حاضر، عقب ما نخلص ادق لك عليها. بغيت اقول لك انت قلت لي بتعطيني المعاش والاهل اتصلوا ويبون فلوس. ما اعطيتش معاش؟ لا، انت قلت لي باكر اذكرك وانت نسيتي. لا لكني اعطيتك. اي ما علي، خليني اتاكد من الدفتر ومالك الا اللي يرضيك ان شاء الله. تسلمين يا ربي، ادري هذا حد ولازم تتاكدين بالاول. ان شاء الله تشوفين الدفتر وكل شيء زين ان شاء الله. انزين انا بروح اغير ثيابي، ريحتي كلها طباخ. إيه لا تاخرين، زتك حتى نروح. هذا معاشك واحنا اخر الشهر الحين. عسى الله يخليك لي ولا يحرمني منك يا اطيب قلب.